مرحبا، اهلا وسهلا فيكم، السلام بالجميع في حلقه جديده من لقاء خاص، برنامج رائع جميل حلو، في كثير حبايب وصبايا وشباب بنحبهم كلهم، رائعين جدا جدا جدا، شعر، فن، تراث، ادب، حضاره، كثير 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 شغلات. انا مبسوط اني استضيف هذه الثله من الشباب والصبايا. اليوم معي صديقتين من مصر العزيزه، ام الدنيا، خليني ارحب فيهم في البدايه عشان نحكي عنهم، شروق وجينات. اهلا وسهلا فيكم. اهلا استاذي، في البدايه احب ان اتوجه لك بخالص الشكر والتقدير على تلك الاستضافه الرائعه، شرف لي ان اكون بها، واتوجه بالشكر الى دكتور حاتم العناني لدعمه وتشجيعه الدائم لنا. جينات، نعم، ازيك؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ الحمد لله. شروق أختك الكبيرة ولا الصغيرة؟ كبيرة. عشان كده هي اللي بدأت تحكي؟ أي. طب هنديكي أنت برضو الميكروفون، عاوزة تحكي حاجة؟ طبعا بشكر حضرتك جدا، وبشكر جدو حاتم لأنه فعلا بيشجعنا دايما، ودايما معانا، يعني بيشجعنا وكده. يا عيني عليكم. طيب خلينا نعرف الجمهور أول شيء، مين شروق ومين جينات؟ اسمي شروق عماد حمدي أحمد، ولدت بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، والآن أنا مقيمة بمحافظة دمياط، مصممة جرافيك ومصممة موشن جرافيك وكرتون، أعمل بمجال تقنية المعلومات، هوايتي والبرمجيات، كذلك أؤلف شعر بالعامية، وألقي شعر أيضا، وأكتب بعض القصص القصيرة. حلو. اسمي جنات يمات حمدي أحمد، عندي 10 سنوات، من مصر، من الدقهلية، ولدت في الدقهلية من محافظة دمياط. مواهبي تصميم جرافيك وموشن جرافيك وإلقاء شعر وبرمجة وكرتون وبألف بعض القصص القصيرة. حلو، احكوا لي حاجات عن دمياط، أنا ما عمري زرت دمياط، احكوا لي عن دمياط، إيه الحلو فيها؟ دمياط هي مدينة تشتهر ويشتهر أهلها بصناعة الأثاث وصناعة الحلويات، يشتهر أهلها بكثرة حبهم للعمل الدائم، فهم لا يملون من العمل، تشتهر بكثير من الآثار العريقة مثل الكنائس المهمة في هذا المكان هنا، وكذلك تشتهر ببعض التلال الأثرية، وكذلك تشتهر بصناعة الحلويات اللذيذة، وكذلك تشتهر بصناعة الأثاث، فهي مدينة الأثاث. يعني أنتم بتوع حلويات، يعني بتحبوا الحلويات. نعم. يعني إذا جيت على دمياط هتشربوني، هتطعموني حلو، كنافة، حاجة زي كده. طيب ممتاز. نحن نتشرف بجائزتين إلى هنا. إن شاء الله إن شاء الله. جينات، احكي لي عن الحي اللي أنت ساكنة فيه، في عندك أصحاب في الحي؟ نعم. كم أعمارهم؟ 10 و11 و12. حلو. طب أنت كم، بأي صف يا جينات؟ أنا بالصف الخامس الابتدائي. وشروق؟ بالصف الثالث الإعدادي. ما شاء الله، أنتم بنفس المدرسة ولا بمدرستين مختلفات؟ لا، مدرستين مختلفين. طيب أنا عاوز شروق تحكي لي عن مدرستها، بعدين جينا. مدرستي هي مدرسة للبنات فقط في المرحلة الإعدادية، أحبها جدا، كل من بها يعاملني بلطف. مدرستنا تحثنا على أن نمارس هواياتنا، وتشجعنا على العمل دائما، وتشجعنا على تنمية مهاراتنا لأننا يجب علينا فعل هذا، وتشجعنا على أن نهتم بدراستنا ولا نؤثر عليها أيضا، بحيث نكون في الدراسة جيدون وأيضا في المواهب الخاصة بنا، ويمكننا أن نصنع من خلال فيديوهاتنا بعض الفيديوهات التعليمية، مما يساعدنا على فهم تلك المواد بسهولة ويسر، وأيضا إفادة إخواننا وأخواتنا الطالبات معنا بالمدرسة. جينات، مدرستي هي مدرسة مشتركة، ولاد وبنات، ويعني المدرسة بتشجعنا فعلا على المواهب، حتى عندي مسابقة شعر غدا،
وتشجعنا على المواهب، وفي نفس الوقت لا نقصر على المواد الدراسية على دراستنا، فيشجعونا على عن طريق المسابقات والشهادات أيضا. طيب حنبدأ مع شروق ونسألها عن هواياتها، هي حكت لي عن هوايات كثيرة بس أنا عاوز أبدأ واحدة واحدة. خلينا نبدأ بهواية الشعر يا شروق. بدأت في إلقاء الشعر منذ أنا في 8 من عمري، لكن كنت ألقي بعض القصائد البسيطة في الإذاعة المدرسية وبعض القصائد الأخرى البسيطة، ثم بدأت تأليف الشعر منذ حوالي 3 سنوات. بدأت في البداية بتأليف بعض القصائد التي غير مضبوطة، ثم بالتدريب بدأت أحاول ضبط القصائد المؤلفة لي، والآن ألقي الشعر بالعامية وأيضا بالفصحى، لكن طب أتقنها بالعامية. سمعينا حاجة بالعامية. هذه قصيدة عن مصر أم الدنيا من تأليفي. يوم عيدك يا مصر، يا ملكة ساكن القصر، في 6 من أكتوبر أولادك أهدوك النصر، رافعين رايات الحرية قبل ما تغيب المغربية، كانت الأعداء مختفية طالبين العفو يا مصر، بهديلك ذكريات فؤادي، يوم نصرك ساكن ذكرياتي، هرويه لجيل بعد جيل، مصر أم الدنيا والحضارة والنيل، يوم عيدك يا مصر. تلك كانت بعض الأبيات القصيرة من تأليفي. حاجة حلوة، أنا بعشق مصر وأهل مصر. طيب وبالنسبة للشعر الفصيح، هل عندك أي حاجة تسمعينا؟ عندي شعر عن الإمام الشعراوي، وهو الشعر يسمى إمام الدعاء من تأليف الشاعر الكبير أحمد مرسي. أنا يا رفاقي أحب الإمام، إمام الدعاة وشيخ الكرام، هو الشعراوي الحسيب النسيب، وراعي اليتام وحامي الزمام، ولي سعى في صلاح العباد، أنار القلوب وداوى السقام، عفيف اللسان دقيق البيان، على نهج طه الأمين استقام، شديد الخشوع قليل الهجوع غزير الدموع كثير القيام، وفي الحق سيف وهذا دليلي، مقام الخليل عليه السلام، وأرغمت الدنيا وحكمت دينا، وصغت المعاني بعذب الكلام. هذه كانت أبيات من القصيدة، هي القصيدة الله. طويلة شوي ولكن لن أكملها حتى وقت. رائع، إلقاء رائع، الله يرحم الشعراوي وترك لنا أثر كبير طبعا. شكرا. كلنا تربينا على كلامه على خطبه على دروسه. شروق، جنان، شو جنات، عرفيني عن نفسك وعن هواياتك. اسمي جنات هيبات حمدي أحمد، عندي سني 10 سنوات. هوايتي تصميم جرافيك، موشن جرافيك، وشعر، وبرمجة، وتأليف قصص قصيرة، وإلقاء الشعر أيضا وتأليف. يعني أنت تقريبا زي شروق. تقريبا. أوكي، طيب احكي لنا شوية شعر من عندك، هل تكتبي شعر؟ هل بس تلقي شعر؟ عندي شعر عن الموت النبوي من تأليف. أوكي، أنت تأليفك أنت كاتبة، أوكي، تفضلي. في يوم مولدك حبيبي، حبيبي يا رسول الله، لم يصلي عليك بشر بل صلى عليك الله، شفيعنا يوم القيامة وعند الحوض نلقاه، في يوم مولده أدعو الله في رؤياي أن أراه، ليسعد قلبي بنور وجهه وسعداه، في يوم مولده لنحيي سنته ونهتدي بهداه، ونعيش طول العمر على خطاه، في يوم مولدك يا من يعشقه القلب ويهواه، لبيك يا خير خلق الله، لبيك لبيك يا رسول الله. الله، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بتكتبي شعر عامي ولا فصيح؟ نعم. عامي، ليه بتحبي العامي؟ سهل أسهل؟ نعم. أوكي،
كم قصيدة كتبتي يا شهور يا جنان؟ مش كتير يعني، حوالي 5 أو 4. أوكي، شروق كم قصيدة حوالي كتبت؟ 7 قصائد مضبوطة، أما القصائد الغير مضبوطة فحوالي 10 قصائد. ما شاء الله، من يضبطها لك يا شروق؟ أستعين بمعلمي اللغة العربية في مدرستي، وكذلك أبحث عبر الإنترنت عن قواعد اللغة لكي أحاول ضبطها بنفسي. ما شاء الله، جيد ممتاز. طيب خلينا نتحدث الآن عن الهواية الثانية اللي هي أول مرة أستضيف شخص بيعمل 3D motion. أنا شفت الأفلام اللي أنتوا عملتوها، حنعرض بعضها. يعني أنا أتوقع أنكم بدكم شيء بسيط أنكم تصيروا professional بهذا العمر. احكي لي شروق وجينات، مين يبدأ؟ أنتوا حرين. كيف بدأت هذه الهواية 3D motion وال2D's والجرافيكس؟ تفضل. في البداية أنا كنت وأنا صغيرة أرى مشاهد الكرتون المتحركة، وكنت أتعجب كيف يتم صناعتها. كانت الأشكال تجذبني وتشد انتباهي نوعا ما، بحيث أني كنت يعني أود طوال الوقت أن أرى تلك الفيديوهات. ففكرت بأن أبحث كيف يتم عملها وكيف يمكن الاستفادة منها، بحيث أنني بدل أن كنت طفلة وكنت أود أن أشاهدها دائما، فكيف أنني أجعل الأطفال يشاهدونها دائما ولكن أن تكون في شيء مفيد، ربما دروس تعليمية وربما معلومات ثقافية للأطفال. فمن تلك الطريقة بحثت عن كيفية عملها، ووجدت البرمجيات التي في البداية علي تعلمها، ثم تعلمت قواعد التحريك وهكذا إلى أن كنت. ماذا عن شروق؟ من أين تعلمتي؟ من أختك؟ جينات. نعم. جينات سوري. نعم. من أين تعلمتي؟ أنا علمتها بعد أن تعلمت. هي رأت أيضا، هي كانت ما زالت تشاهد وهي تتعلم، فهي كانت تريد أن تصل. أعجبتني تلك الفيديوهات كثيرا، لأنني من عن طريقها أستطيع توصيل معلومات مفيدة للأطفال بشكل بسيط وسهل جدا. ولأنها كذلك كانت شاهدتني أقوم بصناعة شيء، وهذا ترى أنها تقوم بشيء، عمل شيء مفيد، فوجدت أنه سيكون مناسب نسبة لها واختارت تلك الموهبة والهواية. ممتاز. احنا عندنا شوية فيديوهات حنعرض بعضها، احكي لي شوية، هل في صعوبات في إنتاج مثل هذه الفيديوهات؟ ليست بالصعوبة، ولكنها تحتاج إلى صبر، فيجب في البداية أن نتعلم كيف نرسم الشخصيات وكيف نصنعها وكيف نختار الألوان المناسبة. يحتاج إلى صبر وإلى خطوات ثابتة يجب أن يمشي الشخص عليها، بحيث لا تسبق خطوة الأخرى. يعني لا يمكن أن أتعلم التحريك قبل أن أكون لا أعرف قواعد الأساسية للألوان وتنسيقها. نعم. وكتابة السيناريو والأمور دي أنت بتكتبوها نفس شخصيا؟ نعم. السيناريو عندما نفكر بفكرة مثل يعني مثل القصة القصيرة، نفكر بفكرة جديدة أو موضوع يهتم، مثل فيروس الكورونا عندما كان منتشرا في البداية حببنا أن نقوم بعمل فيديو له. وكذلك عندما تكون هناك فكرة شائعة أو على العكس تماما فكرة لا يتحدث أحد عنها، نقوم بإظهارها للجميع بحيث أنه يفهم الأطفال والكبار. نعم، هنحضر الفيديو ده وحنتكلم عنه. اسمي حمدي أحمد من مدرسة الإعدادية بنات، إدارة دمياط التعليمية، محافظة دمياط، وأتمنى أن تستفيد من الفيديو النهاردة. أهلا بكم في مدينة سيناء أرض الفيروز. تحتوي سيناء على الكثير من الأماكن السياحية والأثار العريقة والمنتجعات الترفيهية الرائعة، وقد قامت على أرضها الكثير من البطولات والحروب. هيا بنا نرى البعض منهم. سيناء هي مدينة عريقة بها الكثير من الأماكن الرائعة، مثل محمية رأس محمد، وهي محمية طبيعية وأصبحت محمية طبيعية عام 1983. مدينة دهب، وهي من أجمل المدن بشبه جزيرة سيناء،
وبان كثير من الأماكن الرائعة والمناسبة للغوص، والتي تعد مركزاً لجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم. مدينة العريش، وهي العاصمة، وكانت ميناء مصريا هاما منذ أقدم العصور وعلى مر التاريخ. جبل موسى، أو يسمى جبل الطور، ويعتقد أن هذا هو الجبل الذي كلم الله عليه سيدنا موسى عليه السلام. وهذه قلعة صلاح الدين الأيوبي. كلام حلو. ده فيديو عاملين، مين اللي عمله، شروق ولا جينات؟ أنا كنت بتصميمه. أوكي. لأنه الشخصية هاي، هل هي شروق اللي تتكلم؟ الشخصية كانت بصوتي، وكنا بتصميمها بشكل 3D. وفي هذا الفيديو دمجته بين animation الوايت بورد، السبورة البيضاء، وكذلك الصور، وكذلك animation 3D. حاجة حلوة، حاجة رائعة يعني صراحة. يعني أنا بقول هذه لازم تستخدم في الترويج للسياحة في مصر. يعني لو شوية تظبيط في الصوت هتكون اي يعني حاجه بروفيشنال، خاصه عند الاطفال راح ينبسطوا، لانه بتحكوا عن جمال سيناء واهل سيناء. سويتوا حاجه تانية؟ نعم، سوينا مع بعض في فيديوهات بنشترك فيها مع بعض، مثل الذي عن الحجاب، واخر عن الكورونا، واخر عن مصر، واخر عن سيناء باستخدام الـ3D فقط. ولكن هذا تبع الحجاب. لكل فتاة مسلمة، لا يجب أن تحدثيني عن هذا الموضوع يا شروق. إن أنت يا جنات من أمهات المؤمنين حينما أمروا بالحجاب. ولكنني يا أختي العزيزة لا أطيق الحجاب في الصيف والحر. يا أختي تذكري قول الله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، سورة التوبة. لكنني لازلت صغيرة على الحجاب. يا أختي العزيزة الموت لا يعرف صغيرا من كبيرا. ولكنني رأيت فتيات كثيرات لا يرتدين الحجاب. حاجة حلوة. ده انتوا عاملين مع بعض؟ نعم. الصوت ولا برضو البرمجة مع بعض؟ البرمجة. كانت فكرة جنات ان انا اقوم بعمل فيديو مختلف بحيث انه يكون خارج سياق الموضوعات المطروحة، ففكرت بتلك الفكرة وقمنا بالتصميم معا، وقمنا كذلك بالصوت معا. حاجة حلوة، حاجة حلوة. في فيديو ثالث انتوا عاملينه، هنحضر منه حاجة بسيطة واحكولي عنه. انا هنخفف الصوت، احكوا مدام انتوا، احكي لي عن هذه القصه، ليش بديتوا عن هذا التربيه والتعليم بحثنا قمنا بالبحث عن فكره تعجب الاطفال، ففكرنا في ان نصنع فيديو عن الروضه، واستعنا ببعض الصور من روضه للاطفال، فلكي نحبب الاطفال في الروضة صغرهم، ويكون من صغرهم أن يذهبوا إلى الروضة وأنها مكان جميل، ستحظى بهذا هناك بالترفيه والتعليم كذلك. هل تضعوا هذه الفيديوهات على يوتيوب خاص بكم؟ لا، لم نجد قناة يوتيوب بعد. لا، أنا أنصحكم كنت تعملوا قناة لليوتيوب عشان تقدروا ترتبوا أفكاركم فيها، يصير عندكم متابعين إن شاء الله. يعني أنا عارف عندكم فيسبوك، بس اليوتيوب يمكن للفيديوهات أفضل، ولا لا؟ ماذا تتوقع؟ بالتأكيد. طب احكي لي يا جينات، هل كان في صعوبات في تعلم الأنيميشن زي هيك والحاجات دي؟ ليس كثيراً. ليس كثيراً. إيش الصعوبات اللي واجهتيها؟ ما هي بعض الصعوبات؟ إني أرسم الشخصية وتنسيق الألوان والتحريك وكده، فبياخد وقت ومحتاج صبر كبير يعني. طب أنت عاوزة تفضلي. في البداية بيكون التعامل صعب نوعاً ما، بحيث يجب الأول أن يتعرف على جميع الأدوات لممارسة.
التصميم. طب شروق، انت عاوزه تطلعي ايه لما تكبري؟ احب ان اكون بمجال هندسه البرمجيات لانه احبه منذ صغري. حاجه حلوه. وجينات؟ مهندسه جرافيك. يعني هتكملوا بعض، هتكملوا استوديو انتوا مع بعض. ان شاء الله. طيب هل شاركتوا في مسابقات محليه او عالميه في موضوع الجرافيكس؟ نعم، انا شاركت في مسابقه تالنت بالعربي وحصلت على المركز الاول في الجولدن كيد، مجال الجولدن كيد. حلو. وشروق؟ شاركت بمسابقة أو تسمى جائزة ناصر بن حمد العالمية وتأهلت للتصفيات النهائية، والآن في انتظار النتيجة بمجال الأفلام المتحركة وأفلام الكرتون القصيرة. ما شاء الله، أتمنى لكم التوفيق. شكرا جدا. وكذلك شاركت بالمسابقات المحلية على مستوى الإدارة وعلى مستوى المحافظة وبالتأكيد على مستوى المدرسة، وكذلك شاركنا بمجالات أخرى مثل الشعر والقراءة. حاجة حلوة. طيب شروق، مين بدعمكم أنت وجنات؟ هل الأهل، المدرسة، هل في دعم؟ نعم، معلمينا وأهلنا بالأول طبعاً، هم من شجعونا على الاستمرار على مواجهة الصعوبات التي نقابلها. أتوجه بالشكر لهم جميعاً، ومعلماتي ومعلمية كذلك، وكذلك بالمدرسة كلهم بيساعدوني، كلهم بيدعموني، وجده حاتم، دكتور حاتم العناني، بيساعدنا وبيدعمنا كتير ودايما بيتابع مواهبنا واننا نستمر. اتوجه بالشكر له كذلك. جنات، مين الداعم الاول؟ مثلها طبعا اهلي ومعلمينا ومعلماتنا والمدرسه ودكتور حاتم العناني. اوكي، احنا نتوجه لهم. تفضلي. معظم الأشياء اللي نشترك فيها يعني نحن دايما مع بعض، إذا كان في المدرسة نفس الشيء دايما معنا احنا الاثنين. نتوجه لجميع من ذكرتم بجزيل الشكر. نتمنى أيضا من المسؤولين في جمهورية مصر العربية، سواء وزارة الثقافة، وزارة السياحة، يمكن حتى وزارة التعليم، دعم هؤلاء الشباب وخاصة شروق وجنات على ما يقوموا به، لأنهم بيعملوا حاجات جميلة جدا، وممكن يطوروا هاي الشغلات لتصير مشروع مستقبل، سواء لهم كدخل أو حتى مشروع قد يكون خيري من أجل السياحة في مصر أو حاجة زي كده. طبعا جنات وشروق، أنا كتير كنت مبسوط معكم النهاردة. أعطيكوا المايك إذا حابين تحكوا حاجة تانية إحنا ما سألتش عنها، تفضلوا. معك المايك يا شروق. أنا أحب أن أضيف أني مهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين يتسمون بسمات التوحد والأطفال الذين يحتاجون إلى التخاطب بحيث أنهم لا يتحدثون جيدا. أتمنى دعمهم وأتمنى أن يتم الاهتمام من جميع الجهات. لقد قمت بتصميم تطبيق يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، هي مبادرة كاملة يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، لأنها قامت بتصميم الشكل، وأنا قمت بوضع البرمجيات. التطبيق يمكنه أن يجعل المتطوعون يتصلون بذوي الإعاقة من جميع الأعمار وحتى بجميع أنواع الإعاقة الذهنية والحركية والسمعية والبصرية. التطبيق يمكنه إدخال البيانات بالصوت لذوي الإعاقة البصرية وكذلك بالكتابة لذوي الإعاقة السمعية، بحيث أنه يناسب جميع الفئات، وكذلك يسهل التواصل عن طريق فقط زر. يمكن أن تطلب أوراقاً أو مستنداتاً من البنك، وفي المراحل القادمة إن شاء الله نود أن نضيف فيه جميع الخدمات مثل السوبر ماركت والمصالح الحكومية، لكن ننتظر عندما يتم دعم المبادرة من إحدى الجهات أو متابعته. إن شاء الله التطبيق يعني جاهز بس بده نشر. نعم. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم. هذه حاجة يعني سوبر، يعني اللي بتعمليه أنت هو المطلوب. جنات، ماذا تريد أن تقول؟ إيه؟ ماذا تريد أن تقولي؟
أريد أن أقول أن التطبيق مفيد جدا لذوي الإعاقة، ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أيضا، ويمكن إدخال إذا كان هناك متطوع يمكن أن يتطوع في هذا التطبيق، وأيضا يعني هذا التطبيق مفيد جدا لذوي الإعاقة البصرية والسمعية. وبالأخير أتمنى أن أتوجه بخالص الشكر لحضرتك، تلك كانت استضافة رائعة، تشرفت بوجودي معك، شكرا جدا. صراحة هقول لكم حاجة بسيطة، أنا اللي تشرفت بوجودي معكم، لأنه أنت يا شروق وأنت يا جينات أروع شروق أراه اليوم وأروع جينات أراها اليوم إن شاء الله. أتمنى لكم شكرا التوفيق، جدا. أتمنى لكم النجاح، أتمنى لكم الاستمرار، أتمنى أنه اللي سمعنا النهاردة يدعمكم بكل ما يستطيع من قوة، ربنا يوفقكم وإن شاء الله نراكم دائما على خير، وإن شاء الله بس أزور مصر لازم أشوفكم إن شاء الله. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.